لكم على حاجات اسعارها رخيصه جدا جدا، وتخيلوا بقى السعر كام، اقل من 10 جنيه، وحلوه قوي. تخيلوا لسه في حاجه بالسعر دوت اقل من 10 جنيه او ب 10 جنيه وحلوه قوي. دي الحاجات بقى اللي هقولها لكم في الفيديو ده، وفعلا جامده جدا. يلا بينا. اول حاجه هكلمكم عنها بقى وهي الكريم ده. الكريم ده اسمه نوفيكس بانسينول. الكريم ده حلو جدا في الترطيب، تمام كده. لو بشره جافه هينفع للوجه، لو البشره دهنيه ممكن تستخدميه للجسم، وكمان تحفه للشفايف وبيفتح الشفايف جدا جدا. لكن طبعا ما ينفعش يتبلع، بتاخدي منه حاجه بسيطه وتحطي بطريقه الطبطبه كده على الشفايف، بيرطبها ويفتحها. بصراحه احسن كمان من اي مرطب شفايف، جربوها هيعجبكم قوي. اللي هو ده اسمه نوفيكس بانسينول، وسعره 10 جنيه. تاني حاجه وهو المانيكير ده. المانيكير دوت من كيكو ب 10 جنيه، حلو قوي. انا ما بحبش المانيكير اللي بيطبع على الايد، ما بحبش المانيكير اللي هو بيكون خفيف، بحب اللي هو من اول طبقه يديني شكل حلو. المانيكير ده بتاع كيكو حلو جدا ومنتشر جدا، هتلاقوه عند كل المحلات بتاعه الميك اب، وسعره 10 جنيه بس، وبصراحه تحفه. ابره البسور هي مش كله بيعرف يستخدمها، بس انا نزلت لكم فيديوهات عن استخدامها، بجد حلوة قوي قوي، بتشيل كل البسور اللي بتكون موجودة في منطقة الأنف. حلوة قوي، بصوا اهي وليها زي ده. بص، بس انا دايما بستخدم الجنب ده، دي سعرها 7 جنيه ونص، وبيبقى معاها كمان واحدة كمان، يعني الاتنين ب7 ونص. حلوة قوي قوي يا بنات، لازم تكونوا عندكم وجربي اللي انت تستخدميها بنفس الطريقة اللي انا كنت منزلاها قبل كده. التلك بقى واستخداماتها، انا بجيب الكيس دوت، كان سعره تقريبا 2 جنيه او 3 جنيه، بس حلو قوي. حلو في ايه؟ حلو اللي احنا بنستخدمه كمثبت ميك اب، بيكون حلو، ونزلت لكم قبل كده فيديوهات عن الموضوع دوت. كمان ينفع اللي احنا نستخدمه في اي مكان بيحصل فيه زي احتكاك، نقدر اللي احنا نستخدمه. وبالنسبه للناس اللي هتقولي ان بودره التلك ليها اضرار، لا، بودره التلك ملهاش اضرار، واللي كان نازل ده كان للبودره بتاعه جونسون. وانا مش بقول لكم تجيبوها هي بالذات، ممكن تجيبوا اي نوع تاني، وده نوع تاني، هتلاقي انواع كتير قوي في الصيدليه، فانت ممكن تجيبي اي نوع. فبجد حلو قوي، بيقعد وقت طويل جدا، يعني سعره بتاع 3 جنيه تقريبا. بصوا بيقعد وقت. مرطب الشفايف بتاع تشاو تحفه تحفه، حلو قوي قوي، وليها درجات حلوه كمان. انا طبعا بحطها طول ما انا قاعده في البيت، تدي رونق كده حلو للشفايف. لكن انا ما حبيتش اللون اللي هو الموف ده يا جماعه بصراحه، لكن باقي الوانها حلوه قوي، وسعرها 8 جنيه. بجد جيبوها، ويعني لا هتعجبكم هتعجبكم وهتكرروها. البنوتات بقى الصغيرين اللي دايما بيغسلوا بالصابونه العاديه، جيبي الصابونه ديت اللي هي بتاعه نابولسي شاهين، دي سعرها 6 جنيه والصغيره تقريبا ب4 جنيه. بصوا انا مش فاكره دي كان سعرها كام، هي تقريبا 4 جنيه او 6 جنيه حاجه كده، لكن هي سعرها قليل جدا، وطبعا هتكون افضل بكتير من الصابونه العاديه. بلاش حد يستخدم الصابونه العاديه. في اوبشن تاني كمان، وهو اللي احنا نجيب صابونه الجليسرين. صابونه الجليسرين سعرها برده رخيص جدا جدا، وفي نفس الوقت افضل كتير من الصابونه العاديه، سواء بقى لغسيل الايد سواء للوجه، يعني بصراحه افضل من اي بنوته بتستخدم الصابونه العاديه. يبقى جيبي يا اما دي يا اما ديت، هتكون افضل بكتير. اقول لكم كمان ان صابونه الجليسرين في ناس بتستخدمها لتثبيت الحواجب، بس انا مش بفضلها لتثبيت الحواجب، لان انا بشوف ان صابون يفضل على الحواجب وقت طويل، فبعد كده بتلاقي الشعر بتاع الحواجب بيقع معاكي. طيب انا بقى بقيت بستخدم ايه، استنوا هوريكم. انا بستخدم الجل دوت، بستخدم الجل ده في تثبيت الحواجب، باخد منه نقطه صغيره جدا، وبيفضل الحواجب ثابته طول اليوم، وفي نفس الوقت بعمله على الشعر مش جامد قوي زي ما هم بيعملوا. لا هوريكم الطريقه دلوقتي. وسعره برده تقريبا كان 9 جنيه حاجه كده، بصراحه مش متذكره قوي، بس هو كان سعره رخيص قوي. بصوا بقى الفرشه دي كمان ب10 جنيه، بصوا فيها الجنب ده حلو قوي للحواجب، وكمان ساعات بحط حوالين الحواجب بيها، والجنب دوت لتصريح الحواجب لوحدها اصلا تحفه، دي سعرها برضو 10 جنيه. عايزه اوريكم برضو انا بستخدمه ازاي، انا باخد منه حاجه بسيطه بسيطه، نقطه 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 يا جماعه، مش زي ما بيعملوا، وبوزعها كده بصوا، وبتفضل ثابته معايا يعني على الشعر من بره، لكن الصابونه بتاعه الجليسرين علشان تكون ثابته بتعمليها على تحت، بتعمليها على فوق، بتعمليها من الجذور، بتمليها صابون، وبجد وحشه جدا. انا بالنسبه لي ده افضل بكتير قوي، جربوه برده هيعجبكم. بصوا بقى ديت ب5 جنيه وفيها اسفنجات كتير. بنحتاجه في ايه الاسفنجات دي؟ ممكن بعد ما تحطي الفونديشن بتحسي ان في زياده،
تقدري اللي انت بالاسفنج ده تتشربي بزياده او حتى توزعي بيه. يعني هو ليه استخدامات كتير قوي، في منه المدور وده، في 3 من دول و3 من دول، دي سعرها 5 جنيه، برضو رخيصة وتعتبر حلوة قوي. انا عايزة اقول لكم ان انا على طول اصلا بخلصها واجيب منها. وفي طبعا البيوتي بلندر، بس انا خلاص كنت استخدمتها بقى فمش عايزة اوريها لكم يعني بعد اللي انا عملته فيها. سعرها 4 جنيه، وبرضو بتكون اهم حاجة اختاريها تكون طرية، لان انا بحبش الاسبنكة الناشفة. جربوا الطرية هتلاقيها حلوة معاكم قوي في التوزيع، بيبقى سعرها 4 جنيه، كنت وريتها لكم قبل كده. بس كده حاجه كمان بالنسبه لي اساسيه قوي، ان هي دايما تكون معايا في الشنطه، وهي المناديل. بجيب اللي هي الدسته كامله ب10 جنيه، هي دي سعرها كان 11 جنيه او 12 جنيه، بس كان عليها تخفيض ب10 جنيه. باقي الانواع طبعا هو كده كده سعرهم 10 جنيه، دول على طول بجيبهم، بيبقى فيها 10 ب10 جنيه. ليه بقى بجيبها وبوزعها كلها في الشنط؟ علشان لو نسيت اجيب مناديل ابقى ضامنه اللي اكيد في الشنطه فيه مناديل. فهي حاجه بالنسبه لكم ممكن تكون غريبه، بس ضروري يعني، ممكن انا عارفه نجيبه واحد يعني لما نحتاج، بس انا بعمل كده علشان اضمن لكل الشنط يكون فيها مناديل. بس كده، فجيبوا دايما الدسته وخلوها تبقى معاكم.